وإلى قصة إماراتية ملهمة لشاب من أصحاب الهمم، أثبت للعالم بأن العجز الحقيقي عجز العقل للجسد. إنه محمد عبد الرحمن العيدروس، شاب تسلح بمقولة صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم: رأيت في التحديات فرصا. محمد أصبح اليوم سفيرا للسعادة وملهما للشباب وأحد ممثلي جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، الأمر الذي يراه فرصة للاندماج بشكل فعال في المجتمع ورد جزء من الجميل للوطن. يفخر محمد كثيرا بمشاركتي في إكسبو ويقول: تحولت قصتي من أندر مرض في العالم إلى أكبر حدث في العالم. ضيفنا اليوم شاب محمد العيدروس، مساعد تجربة الزائر في فريق التعليم لجناح الاستدامة تيرا في إكسبو 2020 دبي. أهلا وسهلا بك محمد معنا اليوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم. بداية محمد، كيف ومتى بدأت قصتك في إكسبو 2020؟ قصة الاستثنائية بدأت في إكسبو 2020 دبي بتطوع. فيوم شفت أن دولة الإمارات فازت باستضافة الحدث العالمي، كنت وايد متحمس أني أكون من أوائل المتطوعين، وبالفعل أنا أعتبر من أوائل المتطوعين من أصحاب الهمم في إكسبو 2020 دبي. وكنت متحمس جدا، وأثناء التطوع شاركت مع إكسبو 2020 دبي في وايد فعاليات كانوا هم ينظمونها. ومن بعدها جتني فرصة أني أكون موظف في إكسبو 2020 دبي، وكنت وايد متحمس. وكنت متخرج من جامعة زايد تخصص الموارد البشرية البكالوريوس، فاستخرت وبعدها قررت أني أكون أداوم مع إكسبو 2020 دبي. وأنا جدا اليوم فخور بأني أكون أحد الجنود الاستثنائيين في إكسبو، وصار لي الحمد لله رب العالمين اليوم أكمل 3 سنوات مع إكسبو 2020 دبي. نعم محمد، إذن اليوم أنت أحد ممثلي جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، وأيضا تمثل أصحاب الهمم. لو تشرح لنا عن طبيعة عملك هناك في إكسبو وكيفية تعامل الناس معكم. في البداية كنت أشتغل على أبحاث تتعلق بإمكانية الوصول لأصحاب الهمم، وكيف أن نحن نرسم خارطة استثنائية لتجربتهم في جناح الاستدامة، بحيث أن أصحاب الهمم يستانسون هذه التجارب. وأيضا كنت أشتغل على أبحاث تتعلق بالاستدامة، كونني أنا أداوم في جناح الاستدامة، بحيث أني أفهم أكثر عن مواضيع الاستدامة وساعد فريق العمل. مثل ما تشوفون اليوم الجناح يستقبل العديد من الزوار. فبالنسبة للناس إن كيف يتعاملون معنا اليوم، الحمد لله رب العالمين تقريبا قدرت أعطي ل2500 زائر لحد اليوم تجارب علمية. التجارب العلمية هاي تتعلق بالاستدامة، فيوم أشوف تفاعل الزوار وكيف أنهم يستلهمون من المعلومات اللي نحن نعطيهم إياها، وهذا هدفنا اليوم. يوم الزوار يجون جناح الاستدامة يعيشون تجارب استثنائية ويتذكرونها. جميل. كيف نحن نقدر نحافظ على كوكب الأرض. نعم، مثل معرض تحت المحيطات ومختبر القيم المستقبلية أخوي محمد وغيرها من الأمثلة، هي أظني أمثلة عن أبرز التجارب اللي يمكن لأصحاب الهمم أن يعيشونها في جناح الاستدامة. لو تخبرنا أكثر عن هاي النماذج وغيرها. نحن وفرنا لأصحاب الهمم اللي عندهم صعوبات بالنظر، وفرنا لهم مجسمات ثلاثية الأبعاد موزعة في التجارب هاي، بحيث أصحاب الهمم أن يقدرون يستمتعون بالتجارب الموجودة فيها لغة البريل. فنحن في إكسبو 2020 دبي وبالتحديد في جناح الاستدامة حرصنا أن أولويتنا القصوى هو تمكين أصحاب الهمم، وأن أصحاب الهمم يعيشون تجارب استثنائية وفريدة من نوعها. فوفرنا لهم هذه المجسمات اللي نشجعهم بأنهم يزورون الجناح ويطلعون عليها. نعم أخوي محمد، أشوفك لابس شريطة فيها زهرة عباد الشمس، خبرني عنها، شو هاي الشريطة؟ طبعا
طبعا تجربة أصحاب الهمم في إكسبو أول ما يدخلون الإكسبو 2020 سايت من يوصلون الباركينج تكون في هناك باركنات خاصة لهم، ومن بعدها يكون في عندهم باقي كارز، فمن يدخلون السايت يحظون أو نوفر لهم هذه الشريطة اللي تبرز أن هذا الشخص من أصحاب الهمم، فسواء الموظفين أو المتطوعين يوم يشوفون الشخص لابسنه يعرفون أن هذا الشخص يحتاج معاملة استثنائية وفريدة من نوعها، لأن هذه رسالتنا في إكسبو أن إكسبو 2020 للجميع. صح فعلا. شو أكثر شيء تحبه وتستمتع به في عملك؟ هل هناك مواقف وتجارب مفضلة عندك أخوي محمد؟ ذكرت قبل شوي أن نحن نسوي تجارب علمية تتعلق بالاستدامة، فيوم أشوف طلاب المدارس صراحة وأشوف التفاعل من مختلف الأعمار خاصة الأطفال كيف يستمتعون بهالتجارب اللي نحن نسوي لهم إياها. فمرة صار لي موقف أن في أحد الطلاب كان يايلي مع المدارس، بعدين بعد كم يوم يا مع أهله، فقال لي أذكرك أنت سويت لنا تجربة علمية ونحن وايد استفدنا ويعطيك العافية. فهذا الشيء اللي نحن نبحث عنه، أن هم يستذكرون التجارب الموجودة في الجناح والتجارب العلمية اللي نحن سويناها. نعم محمد، سؤال أخير وبالاختصار، لديك طموح سمعنا عنه باستحداث وزارة أصحاب الهمم أو وزارة لأصحاب الهمم وأشراكهم في مجالات عديدة، شو هي أهمية هذا المقترح بالنسبة لك ولفئة أصحاب الهمم؟ اليوم نحن أشوفها فرصة أيضا لإيصال صوتك، تفضل. بالنسبة لنا نحن هنا في الإمارات العربية المتحدة أولويتنا القصوى هو التمكين والاشتراك المجتمعي وبالتحديد تمكين أصحاب الهمم. فاليوم استحدثنا وزارة معنية لأصحاب الهمم وفريق عمل يقود هذه الوزارة من أصحاب الهمم من مختلف التحديات. نحن هنا بنقدر نرسل رسالة للعالم أن الإمارات تستشرف مستقبل 50 عام بتمكين أيضا أصحاب الهمم، بحيث أيضا هم يقودون هذه المسيرة اللي أسسوها المؤسسين دولة الإمارات الله يرحمهم، واليوم يكملون هالمسيرة قيادتنا الحكيمة الله يحفظهم. ففي دولة الإمارات نحن نسعى دائما على تمكين أصحاب الهمم. شاب محمد العيدروس مساعد تجربة الزائر في فريق التعليم لجناح الاستدامة تيرا في إكسبو 2020 دبي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا.